فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الفتاوى. أسأل ربي سبحانه أن يرزقنا هداه، وأن يمن علينا برضاه، وأن يصوب أقوالنا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يوجه إليه قصدنا، وأن يجعل قلوبنا متجهة إليه، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل صالح يقربنا إلى حبه، وأن يجعل محبته أحب الأشياء إلينا، اللهم آمين. أسعد بأسئلتكم واتصالاتكم عبر الاتصال المباشر على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا، أو على الأرقام بالرسائل أيضا التي تظهر على الشاشة. وقد وصلت إلينا جملة من أسئلتكم، أسأل الله تعالى أن يلهمني الصواب وأن يوفقني بالإجابة عليها إن شاء الله تعالى. السؤال الأول، يسأل السائل ويقول: يروج في هذه الأيام أن خروجا لبعض المصريين إلى الشوارع والميادين، وأن البعض سيسفك الدماء، وأن البعض الآخر سيحرق ويدمر المصالح العامة والخاصة، فما رأي الشرع في ذلك؟ أقول مستعينا بربي سبحانه، راجيا ربي وراجيا من الصالحين منكم أنتم، أن تتجهوا بقلوبكم لربكم أن يحفظ بلدكم، لأن مصر كما أقول في كل وقت وحين، وقلت ذلك في الأسبوع الماضي، سفينة إن غرقت سيغرق الجميع. وأقول لأبنائي وإخواني، أقول لأبناء مصر: إياكم ثم إياكم أن تستجيبوا لدعوات من يجلسون في الغرف المكيفة، من يجلسون في استديوهات مكيفة. إياكم ثم إياكم أن تستجيبوا لمن يتقاضى الملايين من دمائكم ومن أموالكم من أجل حرق وطنكم. إياكم ثم إياكم أن تستجيبوا لحملة جوازات سفر ليست مصرية، لمن طائرتهم تنتظرهم في المطارات حينما توشك السفينة على الغرق. واعلموا أن مصر أمانة في أعناقكم جميعا. أقول للمسلمين الصادقين، من يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية صحيحة: المسلم من سلم الناس كنائس، معابد، أموال النصارى، أموال المسلمين. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، المسلم من سلمه الناس، هذا هو المسلم الحقيقي. أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه، أي ترجى لك العافية إن سرقت، ترجى لك العافية إن ظلمت، لكن لا ترجى لك العافية إن سفكت دما حراما. لا يزال المسلم المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. واعلموا أن أعظم جرم بعد الكفر هو قتل النفس بغير حق. قال تعالى: من أجل ذلك، بعد أن سرد ربنا قصة قتل قابيل لأخيه هابيل ظلما وعدوانا، وحكى ذلك القرآن وصوره تصويرا بليغا موحيا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. انتبهوا، قال ربي بعد ذلك: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، والخطاب لنا نحن للأمة المخاطبة بالقرآن، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها، من كان سببا في حياتها، من كان سببا في إنقاذها، في حمايتها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انتبهوا، المسألة ليست سهلة، المسألة جدا صعبة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا جميعا، يودع الحياة والأحياء، وفي أرض حرام، وفي بلد حرام، وفي يوم حرام، أتدرون أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلى أن تلقوا ربكم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونأخذ أول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي. لي سؤال. نعم. ما حكم الإسلام في حقوق الوالدين بالقرض؟ في الإيه؟ في حقوق الوالدين. طيب، حقوق الوالدين في ماذا؟ معلش يا شيخ أنا آسف، بس ممكن بس هطوع لك فترة بسيطة، أنا آسف. تفضلي أختي، بارك الله فيك. ليه واحدة صاحبتي. دي هي عاق الوالدين، بس المشكلة عندها إن هي بتقول إني أنا مش عارفة أجيبهم. أسلوبهم معاي مش واضح، أنا مش عارفة أفهمهم، أنا كل حياتها أنا. لما حبيت إن أنا أنصحها قالت لي لأ، هي الحياة كده. يا إما هم يفهموني إن أنا مش عايزة أفهمهم. فأنا لما رجعت قلت لها بس حكم الإسلام في حقوق الوالدين، إذا كان لبر الوالدين أو لا، لبر الوالدين أو أوصل أبوه بالجنة. فده أنا كنت بقى بعاقبه. عايزة تروحي فين؟ ردت عليه وقالت لي حكم الإسلام هينفع، لكن أنا مش عارفة أتفاهم مع أهلي، مش عارفة أتفاهم مع أهلي. حاضر يا ابنتي، حاضر، أجيبك إن شاء الله تعالى. وأكد على ما قلتم، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلى أن تلقوا ربكم. ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أي الذي يقتل غيره، يعتدي على غيره، كافر. الذين يتشاجرون ويتحارشون لا على عدالة قضية، ولا على نبل هدف، ولا حسن مقصد. ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حديث الآخر، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. واجبنا أن نعتزل الفتن، أن نطفئ نار الفتن، أن نطفئها، أن نعتزلها، أن نحذر الناس منها، أن نخوفهم منها. إلى هؤلاء الذين يقبعون في استوديوهات مكيفة، الذين يلفقون ويكتبون أخبارا مزيفة في الصحف، نقول لهم اتقوا الله تعالى في بلدكم، لا تطعموا أولادكم مالا مكتسبا بالسحت والكذب. أقول لكل زوجة، لكل هؤلاء الكذابين المروجين للكذب، قولي لزوجك اتق الله، خف علينا، خف على نفسك، أعد للسؤال جوابا، ماذا ستقول لربك وأنت تحرق بلدك بأخبار ملفقة مكذوبة مزيفة؟ قولي له ذلك. أقول لابنتي الصغيرة، قولي لأمك المذيعة أو الصحفية الكاتبة، قولي لأبيك اتق الله، مصر بلدنا، مصر سفينة تحملنا جميعا، إياك أن تكون عاقا لأمك، فمصر أمنا، من خيرها أكلنا، من نيلها شربنا، من هوائها استنشقنا، إذا غرقت غرق الجميع. لا تدقوا طبول الحرب، انتقدوا نقدا بناء لا نقدا هداما، لا مانع من النقد، لكن اذكر البديل. من هو البديل؟
انصح ولي الأمر، أولياء الأمور، الحكومة، المسؤولين، لكن بأدب النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل ربي أن يحفظ مصر وشعب مصر، وأن يطفئ ربي نار الفتن، لأن الفتنة أكبر من القتل، الفتنة أشد من القتل. فأسأل ربي أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أقول لأختي وابنتي التي سألت، تسأل عن حكم العقوق. للأسف هناك خلل في الفهم، بل نستطيع أن نقول فجوة بين الآباء والأمهات وبين الأبناء والبنات. فللأسف مرات تركب البنت عقلها وتظن أنها أعلم من أمها ومن أبيها، وأن خبرتها في الحياة تؤهلها لتتخذ كل قراراتها منفردة بعيدة عن أمها. نعم؟ طيب، أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي. لو سمحت يا شيخ، أنا كنا بنتناقش على إن عيد الميلاد بدعة، فرد جوز بنتي قال لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحتفل بعيد ميلاده بإن كل مكان بيذكره أو بيفتكره بيصوم اليوم ده، فأنا مرضيتش أناقش لحد ما أسأل حقيقة الوضع ده إيه. بارك الله تعالى فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأقول هناك فجوة بين الآباء والأمهات، والسبب في تلك الفجوة أن البنت تركب عقلها، تتشبث برأيها، تتهم أمها بالرجعية والتأخر وعدم الفهم، وأن الفتاة لديها من المعلومات والخبرات ما يجعلها تغرد خارج السرب بعيدا عن أمها وأبيها، بدعوى أن الأم رجعية، أن الأم جاهلة غير متعلمة، أنها لا تفهم ولا تدرك، أو أن الأم تكبل ابنتها بجملة من الأوامر والمحاذير، والبنت يعني تمشي مع صديقاتها تضحك كيفما شاءت وتمرح كيفما شاءت، فبالتالي تحدث فجوة بين البنات وبين الأمهات، والخطأ مشترك بين الطرفين، بين الأم التي فشلت في بعض الأحيان وليس في كلها في احتواء ابنتها، لأن التربية ليست أوامر، التربية ليست تحذيرا على طول الخط، التربية ليست تخويفا، التربية ليست تعذيبا وضربا، التربية لا تعني أن أقول لا على طول الخط، إنما التربية ترغيب وترهيب، تقريب وتحبيب. التربية تحتاج إلى مرونة، تحتاج إلى فهلوة، تحتاج إلى ذكاء، تحتاج إلى اغتنام الخبرات السابقة، الاستفادة من الخبرات السابقة. تربية تعني معرفة نفسية الطفل، كيف نعامله، كيف نتعامل معه، كيف نحببه في القيم والأشياء الجميلة، كيف نخوفه من الأشياء المرذولة السيئة. كان معي سائق اليوم، فكان يريد أن يتزوج فتاة، وقال: أبي يعرف أنني عنيت وأمي كذلك. قال لي: هذه الفتاة لا تصلح لك، ويعني ذكر له بعض الأشياء، وكان لها عمل معين، أخوه له شقيق أكبر لديه قدر كبير من الذكاء، لم يذكر له شيئا، إنما عمد إلى أمر غير مباشر، أنه اصطحب معه إلى مكان عملها، المكان الذي تعمل فيه، أو مكان آخر تعمل فيه زميلاتها. ثم بعدما شهد بعينه، بعدما خرج، قال له: أتقبل أن تكون زوجتك، أن تكون أم أولادك، أن تكون الأمينة على عرضك، تعمل في مثل ذلك المجال؟ فهنا ذهل الولد، حكى لي هذا الكلام اليوم تحديدا.
هذا أسلوب من أساليب التربية، أسلوب، أسلوب فيه ذكاء، فيه فراسة، فيه دهاء، والدهاء ذكاء. عمرو بن العاص كان داهية العرب، ولذلك كان سيدنا عمر لما كان يقابل غبيا قليل الفهم والاستيعاب يقول له سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص. فعمر كان ذكيا، ذكاء مفرطا، كان داهية العرب. فالتربية تحتاج إلى دهاء، إلى ذكاء، إلى فراسة، تحتاج إلى فهم واستيعاب، إلى فهم نفسية الطفل، نفس طبيعة المؤثرات على ذلك الطفل أو البنت أو الولد. لأن الولد إذا يعني قلت له لا على طول الخط هنا، لا، كسر كل أوامري ولم يطع لي أمرا. ليه؟ لأنني أقول له لا ويجد كبتا وكربا وهما وكمدا في البيت مع أبيه، لا يتكلم معه بطريقة معينة، ويجد عكس ذلك مع أصحابه وأصدقائه ورفقائه. فهل أوثر المرح والفرح على الكبت والهم والغم؟ لأن بعض الآباء سامحوني كل كلامه مع أولاده خطب منبرية عنترية، كل كلامه مع أولاده سباب وشتائم. فهنا بنقطع كل صلة، كل بارقة أمل في الصلة بيننا وبين أولادنا، فنقع في خطأ. الخطأ من ناحية البنت، أقول لابنتي، لابني الصغير، لكل شاب، لكل بنت، لا يوجد في الكون من يحمل همك، من يحرص على مصلحتك، من يخلص لك في النصح والتوجيه، لا يوجد في الكون أكثر حرصا على مصلحتك من والديك. انتبهي، أمك وإن أساءت في طريقة تعاملها لكن قصدها حسن، لكنها صادقة، مرات تبكي بين يديك، تتزلل إليك يا ابنتي من فرط حبها وحرصها على مصلحتك، تخاف عليك، فلا تركبي رأسك ولا تقدمي أحدا على أمك لأنها لم تقدم عليك أحد. واعلمي أن الشكر بعد الشكر لله يكون للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أقول لكل بنت، لكل ابن، مذكرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. واعلم أن العقوق جريمة من أبشع الجرائم، لون من ألوان الجحود والنكران. لما؟ لأنني أجحد معروف أصحاب المعروف، أمي التي احتضنتني والتي ربتني ومن لحمها ودمها غزتني. شبابي أنا هو عافية أمي المسروقة، فكل ابن وكل بنت يتمثل لصا، نحن لصوص، سرقنا شباب والدينا، عافية والدينا، أنعرض عنهما بعد كبرهما؟ لا نصغي لأمرهما وتوجيههما؟ أنهملهما؟ أنؤثر من لم يفعل شيئا من ذلك بنا على والدينا؟ أقول لابنتي التي تركب رأسها وتتشبث برأيها وتتهم أمها بالتقصير، إنها أمك، أنت امتداد لها، هي أحرص الناس عليك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال الصحابة: قلنا بلى يا رسول الله. نعم، طيب نأخذ اتصال. أم أحمد السلام عليكم. أم محمود. ألو. السلام عليكم، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي. بعد إذن حضرتك. نعم. أم محمود من البحيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم محمود، تفضلي.
بعد اذنك يا ام الشيخ، انا متزوجه بقالي 14 سنه طيب. وزوجي على طول بيحلف بالطلاق. يعني كذا مرة أقول له غلط وكده، يقول لي أنا اللي هتحاسب، ده زي الطلاقات كلها في الشين، وأنا دلوقتي مش عارفة إيه مصير. حاضر يا أم محمود، حاضر. طب أنا دلوقتي عليا حرمانية وعلى طول بقى في مشاكل وحلفانات بالطلاق بالتلاتة. أسأل الله أن يعينك يا أم محمود. إن شاء الله حاضر، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. فأذكر ابنتنا بحديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال الصحابة: قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذلك ثلاثا، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، صلى الله عليه وآله وسلم. فعقوق الوالدين يأتي بعد الإشراك بالله تعالى، عقوق الوالدين. فانتبهي واحرصي على إرضاء الوالدين، ولا تقدمي أحدا على الوالدين، واعلمي أن توفيقك في الدنيا والآخرة، وأن رضا الله عنك في الدنيا والآخرة، وأن سعادتك في الدنيا والآخرة مرهونة برضا الوالدين، والعكس بعقوق الوالدين. أسأل الله أن ينجينا جميعا من العقوق، وأن يعيننا على بر والدينا أحياء وأمواتا، اللهم آمين. أختنا أم محمد سألت عن عيد الميلاد، وأن أخاها قال لها: بل عيد الميلاد سنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بعيد الميلاد. والحديث الوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، قال عن الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه، أما الخميس فذاك يوم يرفع فيه العمل، وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. وأنا أقول بإيجاز واختصار: النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يحتفل بعيد ميلاده بإيقاد الشموع، بتعليق الزينات، بإحضار التورتات والجاتوهات والحلويات، بالتزمير والتصفيق والتطبيل، أم كان يفعله بما؟ بالصيام، أي بالطاعة. بمعنى، ودائما أنا أقول لأهلي وأحبابي، لإخواني وأخواتي، للأمهات والأزواج والزوجات، للأمهات والآباء، بإمكاننا أن نشكر ربنا أن امتن علينا بنعمة الولد. عن طريق ماذا؟ أن أصوم يوما لله، أن أكرمني بذرية صالحة، أن أصلي ركعتين شكر لله، أن من علي بذرية صالحة، أن أتصدق بصدقة على الفقراء والمساكين. نأخذ اتصالا ونكمل. السلام عليكم أخي ممدوح. السلام عليكم. وعليكم السلام. عامل ايه يا شيخ؟ والله كما ترى، ربنا يحفظنا ويحفظ مصر ان شاء الله. اللهم امين يا رب. فسمحت يا شيخ، كان هناك رجل واخذ صاحب شركه على الانترنت، كان منزل اعلان انه دوله عمان يعني ايه سامحنا اخي ممدوح، ان شاء الله واصل وعاود الاتصال ان شاء الله مره ثانيه. فانا اقول لاختي الفاضله: هذا كان احتفال النبي صلى الله عليه وسلم. عاد الاتصال، تفضل اخي ممدوح. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، كان رجل يقول انه في وظائف في عمان على الانترنت. نعم ايوه، وهذا الرجل صاحب شركه ومنزل على الانترنت، فقال ان الانسان يدفع 1000 جنيه، طبعا ثمنها 20000 جنيه. يدفع الاول 1000 جنيه مقدم، وبعد كده يجيب صور الورق بتاعته، وبعد كده هتجي لجنة في السفارة ويعقد امتحان، واللي ينجح يعني ايه بعد كده يدفع باقي المبلغ 19000 جنيه. يعني لا اعلم هذه المعاملة، يعني لا اعلم تفاصيل عن هذه المعاملة، فمش عارف هل هذا يعني ايه من قبيل الرشوة
يعني يجوز انه انا اسافر مثلا ولا ايه بالضبط؟ حاضر اخي ممدوح، حاضر. اسال الله ان يعني يقدر لك الخير ان شاء الله. فانا اقول يمكننا ان نفعل ذلك. طيب هل يمكن ان نقيم حفلا في بيتنا؟ لا مانع ان ناتي بالحلويات، لا مانع، وان نعلق الزينات، وان نبدا ذلك الاحتفال بصلاه ركعتين لله، وان نصوم ذلك اليوم شكرا لله على نعمه الذريه، لكن بشرط الا يكون بنيه الاحتفال بعيد ميلاد، والا يكون في اليوم الذي ولد فيه الاولاد. ممكن نعمل الكلام ده، ودي طريقه سهله جدا. في كل سنه نعمله يوم كده للاولاد، نصوم اليوم ده ونصلي ركعتين شكر لله على نعمة الذرية، نعمة الذرية، ونضرع إلى الله أن تكون ذرية صالحة، رب هب لي من الصالحين وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الصلاح ده مطلب رائع جدا، مطلب الأنبياء والمرسلين أن تكون ذريتنا صالحة، وينشأ أبناؤنا وبناتنا على قيمة راقية وسنة سامية، هي سنة الشكر لله على نعمة الذرية. ستغرس تلك القيمة في خواطر أولادنا، وما المانع أن نكون قدوة لغيرنا، أن يتأسى بنا غيرنا، وألا نقلد نحن غيرنا، ولا بد أن نتبع غيرنا حذو القزة بالقزة، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلناه معهم، نتبع سنن من قبلنا شبرا بشبر وزراعا بزراع. استطيع انا ان اؤثر دون ان اتاثر، ان افعل دون ان افعل، ان انفعل، ان اكون قدوه لغيري، ان اتقدم الصفوف بالقيم والاخلاق. بامكاني ان افعل ذلك بهذا التصور البسيط. طيب ام محمود، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حضرت الشيخ؟ يا مرحبا أم محمود، تفضلي. والله يا شيخ أنا توفى جوزي من 20 يوم، رحمه الله رحمة واسعة. الله يرحمه، الله يخليك. وأنا هلا بالعدة، شو حكم العدة اللي أعملها حتى أنا يعني أقدر أتصرف؟ حاضر يا أنا أمي. أنا عندي أولادي في أبو ظبي. في أي المناطق في أبو ظبي يا أم محمود؟ في أبو ظبي. طيب أنا أقمت معاك قريب من 20 سنة، بارك الله فيك. طيب حاضر يا أم محمود، حاضر. طيب يعني هذا جوابي على أختنا التي سألت عن عيد الميلاد. أم محمود التي يسرف زوجها في استخدام كلمة الطلاق ويقول لها أنا الذي أحاسب وأن أيماني في شنك، يعني طلاقات فارغة، قنابل صوت، هو يقول ذلك للأسف الشديد. يعني هذا الزوج أدخل الحزن على قلب زوجته، أدخل الهم على قلبها، أشعرها أنها تعيش على شفا جرف هار، وأن أسرتها ربما في لحظة من اللحظات ستعصف بها طلقة من الطلقات، أن البيت يكاد أن يتهدم بطلقة من طلقات ذلك الزوج المفزعة والمرعبة والمخوفة والمحزنة للزوجة. للأسف زوجك ربما عاش في بيئة تسرف في استخدام الطلاق، أو يصاحب أناسا لا يعرفون معنى كلمة الطلاق ويستخدمونها بإسهاب ودون تحذير ودون ردع، أو هو جاهل بمسألة الطلاق فيستخدم الطلاق في مكان لم يشرع فيه على الإطلاق، لأن الطلاق هو آخر العلاج بعد استعصاء المشكلة على الحل، وحينما تبوء كل محاولات الإصلاح في الفشل، وحينما تستحيل العشرة بين الزوجين، هنا يصار يلجأ للطلاق كآخر العلاج الكي. فإمساك بمعروف كما قال ربي أو تسريح بإحسان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف
أو تسريحهم بإحسان مرتان، مش كل يوم 10 طلقات. هذا جاهل للأسف الشديد، لديه جهل، جاهل، جاهل بفقهيات الدين، جاهل بحقوق الزوجة، جاهل بالموطن الذي يجب عليه أن يستخدم تلك الكلمة. أنا أقول لأختي هذا يجب عليه وجوبا أن يذهب لعالم ثقة مفتن ليفتيكم في المسألة. والمسألة فيها كلام آخر لا أحب أن أقوله على الهواء حتى لا يتساهل البعض في أمر الطلاق، لكن لا مانع أن تحضري شيخا أو عالما عن طريق يعني أخيك أو أبيك أو عمك أو خالك، يعني يردع ويزجر ويخوف ذلك الزوج حتى يفطم لسانه عن استخدام تلك الكلمة أو ذلك اللفظ، وفي نفس الوقت يفتيكم فيما ردده زوجك من يعني طلقات. أخونا ممدوح بيسأل عن معاملة، أن صاحب شركة توظيف العمالة المصرية بالخارج يقول أنه لديه عقود، وأن من أراد أن يتقدم وتتوفر فيه الشروط يدفع يعني 1000 جنيه والباقي بعد اختياره، ولا أدري ما هو مصير 1000 جنيه، هل يضيع على الشخص أم يسترده في حال عدم توفيقه وفي حال عدم اختياره؟ إن كنتم تستردون ذلك المبلغ وتدفعون رسوما للتقديم، رسوم عادية 50 جنيه 100 جنيه، وبالفعل المسألة تكون ددية ليست خيالية وهمية، لأنه ممكن يجمع من 1000 واحد من 1000، وبعدين يودع ذلك المبلغ 3-4 شهور في البنك. 1000 عنده مليون، ويحصل له 30-40 ألف فايدة ربوية من البنك، يستخدم المال. في ناس كده بالطريقة دي، أو يماطل أو يدفع لك النصف وتتنازل عن النصف. فانتبه للمسألة، فأنا شايف أنه في نوع من المبالغة في مسألة دفع 1000، لكن إن ارتضيت المعاملة وستسترد أموالك إذا لم تكن من المختارين فالمعاملة شرعية وحلال، ليس فيها شيء إن شاء الله تعالى. لكن حذاري ثم حذاري من الانجرار والاغترار بوعود هؤلاء الكذابين النصابين. أنا أتكلم عن الكذابين والنصابين، لكن بدون شك فيهم أمناء صادقون وفيهم نصابون كذابون يتاجرون بمعاناة الناس وآلامهم، يتاجرون برغبات الناس وميولهم وأمانيهم. فلننتبه، والمؤمن كيس فطن، لديه فراسة ولديه فهم ووعي، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين كما قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ اتصالا. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم دكتور محمود. وعليكم السلام. والله انا عندي مشكلة، انا لي ابني وحيد وصرفت عليه في الثانوي في مدارس انترناشنال، ولما دخل الجامعة صرفت عليه واخد بالك. وبعدين بعد ما صرفت عليه في الجامعة اتخرج واخد مركز كويس، وبعد كده يعني حصل مشكلة فسبت البيت. فالمشكلة دلوقتي انا اعمل ايه؟ يا بقول له بقى يعني هل يا ترى انت انا صرفت عليك وما صرفتش عليك؟ هو يقول لي ما كل الابهات بيعملوا كده. يا ابني انا صرفت عليك ملايين. يقول لي ما كل الابهات بيعملوا كده. انا نفسي اعرف بقى يعني انت الذي تركت البيت ام هو؟ انا اللي تركت البيت. والبيت بيت من؟ البيت ايجار. يعني سامحني في اللي اساله، هل تزوجت غير امه؟ لا. يعني تركته لأنه لا يرغب في الإقامة معك أو زهقك من البيت؟ لا، هو قال لي لا. طيب السؤال فين معلش يا أبا محمود؟ السؤال يعني أعمل إيه؟ يعني هل يا ترى إزاي أسترده؟ هو تزوج؟ لا لسه، يعني هو اشتغل في شغلانة كويسة وما تزوجش، يقيم مع والدته معاه.
طب والدته يعني رأيها ايه؟ انضمت معاه. الوالدة رأيها ايه؟ رأيها مع ابنها. طب حضرتك طب لما لم تظل في بيتك وهو يخرج؟ اهو ده اللي حصل. هيخرج يروح فين؟ يروح عيال بقى يعني منحرفين وحاجات زي كده. انا عايز اعرف يعني ربنا يهديه ازاي ولا يعمل ايه يعني. حاضر حاضر دكتور حاضر. طب ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي فضيلتك؟ الله يكرمك بارك الله فيك. لو سمحت يا دكتور انا كنت عايزه بس نمره حضرتك، كنت عايزه اتصل بك في مشكله يعني. طيب ممكن اخدها؟ خديها من اخي الاستاذ احمد نصر في الكنترول، اعطيها اياها. ماشي حاضر. اختنا ام محمود، معرفش اسماء، اسم محمود النهارده تكرر كثيرا، ابو محمود وام محمود، بتسأل عن العدة. الأخت التي سألت السيدة الفاضلة من أبو ظبي، توفي زوجها من 3 أسابيع من 20 يوما، وتسأل عن العدة. العدة مأخوذة من العدد، وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. ما الذي يجب عليك في العدة؟ هو يعني إجمالا دون أن تأخذي على خاطرك أن المعتدة لا تلبس الملابس المزخرفة المزينة، لا تضع أي لون من ألوان الزينة، لا تخرج إلا لضرورة، لا تخطب ولا يعقد عليها. هذا هو الواجب عليها، وأن تظل تلك المدة من باب الوفاء للزوج. وأنت سيدة فاضلة، واضح من صوتك أنك يعني كبيرة في السن، هذا الذي يجب عليك إن شاء الله. نأخذ اتصال. نعم. السلام عليكم يا إسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. لو سمحت شيخ، دلوقتي أنا في مشكلة مع المدام بتاعتي. دايما مشاكل ويوصل لأنها بتمد إيدها عليا لدرجة إنها يعني مش عارف، ممكن تكون هي في حاجة مضايقاها، في حاجة أنا بعملها بتضايقها. أنا ما عنديش، أنا عارف إن في حاجات بعملها، بس في حاجات عملناها في أول الجواز، إحنا متجوزين بقالنا 2 سنين. في حاجات كنت بعملها اول الجواز هي كانت بتضايقها، ان انا كنت بكذب عليها او بكذب عليها في نظرها يعني. فهل هذا يستدعي ان انا ممكن انها تمد ايدها عليا او تشتمني؟ في بينكم اولاد يا اخي اسلام؟ بينا بنت. انت حاسس ان انت ممكن تكمل معاها؟ اكيد طبعا. انت بتقول بتضربها؟ خلاص انت حر، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، انت حر. حاضر. ايه المطلوب مني يا اخي اسلام؟ يا اسلام اخونا الدكتور محمود، اسال الله ان يعينك، وانا في الحقيقه اقول ما احلمك وما اطيبك، انفقت عليه الملايين وتركت له البيت. قلت لك ولما تركت البيت؟ لما لم يترك هو البيت؟ خفت عليه. هذا كلام الاباء بالفطره كده، لم يرتب للجواب. هذا أبوك يا محمود، هذا هو الوالد. أقول لكل ابن لكل بنت، هذا هو الوالد، خرج ليقيم بعيدا عن البيت الذي أقام فيه، وأنجب ابنا وحيدا أمل فيه أمالا عراضا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا سلام، بلغ معه السعي. الخليل إبراهيم أمل آمالا عراضا في ولده وبلغ معه السعي، إنه بيستعين به على شؤون الحياة، إنه سيكون امتدادا له. بلغ معه السعي أنه سيكون عكازا لأبيه، عافية لأبيه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. بيقول له يا ابني انفقت عليك الملايين. قال له ايه يعني؟ ايه المشكله؟ ما انت لازم تعمل كده. انا لا ادري، هناك خلل يا دكتور، لا ادري ما هو الخلل. هل هو التدليل الزائد من الام وخوفك على الولد فجعل الولد يرتمي في احضان المدللين وينفر من المخوفين المحذرين؟ ده ممكن. ونرجع للخلل التربوي الذي اشرت اليه عند كلامي عن السؤال الثاني، لما اتصلت الأخت وهي تستسأل عن العقوق، وقلت بيكون في خطأ من الطرفين.
التدليل المفرط والتخويف المفرط. أنا لا أدري مشكلتك مشكلة تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى جلوس، تحتاج إلى كلام. الآن تسأل ربك أن يعينك، هذا أمر. الأمر الثاني، استعن بأصحاب الخبرة، تواصل مع من تثق فيهم، تواصل مع المؤثرين على ولدك، فلكل منا مفاتيح تكون مع غيره مفاتيح للقلب وللنفس. انظر، أبصر من أكثر الناس تأثيرا على ولدك، خاله، عمه، خالته، صحبه، جارك. أبصر واحدا من هؤلاء لينفذ إلى قلب ابنك بعيدا عن خطاب العقل، إنما القلب يحتاج إلى خطاب ليتفتح أو تتفتح مغاليق القلب. وأن الوالد لا يستحق ما حدث لأبي محمود المكلوم المهموم المغموم الذي فجع في ولده، تلك النبتة التي سهر على غرسها، والذي فرح بتوريقها، والذي أمل فيها آمالا بعافية ساقها وتساميها في السماء، كان ينتظر منها شهدا وإذا بها تنبت حنظلة. أسأل الله أن يعينك واعمل ما قلت، ونأخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي. أنا آسف بس ليه سؤال تاني. الحجاب بمعنى النقاب مش دوت فرض؟ حاضر يا أختي، حاضر. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. طيب. طيب ماشي، ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي، تفضل. معلش ليا مداخله كده بالنسبه للاخ، يعني طبعا حضرتك ادب حضرتك الذم يعني. تفضل. ايوه، ان طبعا ادب حضرتك الذم في الاخ اللي هو بيسال، اللي هو سال ان زوجته بتضربه. يعني كان رجاء من حضرتك ان حضرتك يعني تشد على الناس دي شويه. اساسا انا لسه ما جاوبتش يا حبيبي. فيها طبعا واحده تضرب واحد. ما انا لسه ما وصلتش لكلام السؤال، وهو هوصل له. اه اتجاوب انت وخلاص وتريحني. نعم، اتجاوب انت وخلاص، انا لسه كنت هوصل له. العفو العفو العفو. انا خفت من حضرتكم محرج، يعني الادب حضرتك جنبي. اعمل له ايه يعني؟ الرجل مستعذب بالضرب. وبعدين انا خايف تكون انت زيه يعني، وبتتكلم كده كلامه خلاص يعني. نعم. ما طيب، المهم عايز تقول ايه؟ بارك الله فيك. حضرتك معلش، كان عندي قطعه ارض، كنت اشتريت قطعه ارض. ف تفضل. حضرتك كنت اشتريت قطعه ارض قعد معايا سنه، فكنت عايز ابيعها. كنت لما اشتريتها كان في نيه بين كنت مشترك مع واحد صديقي، في نيه بين ان احنا نبنيها مع بعض سوا او نبيعها ونخليها استثمار. فجت لنا بيع عليها بعد تقريبا سنه ونص سنتين حاجه كده يعني. فهل عليها زكاه ولا؟ حاضر اخي حبيبي، حاضر. جزاك الله خير، بارك الله فيك. ناتي لسؤال الحلقه، سؤال اخينا اسلام. يعني انا والله يا اسلام لا أدري ما أقوله لك، لكن دعني أكلم زوجتك، لأن الكلام معك فايدته أنا ما أعرفش. الواضح أنك بتحب زوجتك حبا جما، هذا واضح، وأنك مرتبط بها. ولذلك سألتك سؤالا، أتظن أنك ستبقى معها على هذا الحال؟ فأجبت من فورك نعم، في نية للانفصال لا. أقول لأختنا، أتستطيعين أن تظلي مع زوجك، أن يكون زوجك إلى أن يشاء الله؟ إذا كان الجواب نعم، أنت تريدين زوجك، فما والله هذه حياة الأزواج. وأين المودة والرحمة التي تكلم عنها ربنا؟ إذا أخطأ الزوج على سبيل المثال، بإمكانك أن تغضبي، لا أن تضربي. هذا كلام لم نسمع به في الحقيقة إلا في بعض الحالات الاستثنائية. وأنا في الحقيقة لا أتخيل رد فعل كلام أخينا على أمه،
الآن بتبكي يا حبيبي يا ابني على أبي، على أخته، على أخي، على جيرانه، على خلانه. بدون شك صورة الزوجة أصبحت صورة بشعة وصعبة جدا أمام كل المحيطين والمعارف. لذلك الأخ أنا أقول لأخينا، خذ موقفا، إن لم تنزجر زوجتك، إن لم تقف عند حدودها، إن لم تعرف حق زوجها. كانت المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل زواجها تسأل يا رسول الله ما حق زوجي علي؟ بيسألها النبي سؤال، ألك بعل، ألك زوج؟ قالت له، ده بتسأل قبل أن تتزوج حق زوجي علي إيه؟ ألك زوج؟ قالت لا. طب تسألي ليه؟ قالت أردت أن أعرف حق زوجي علي قبل أن أتزوج. ده الفهم. إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. حسن تودد الزوجة لزوجها. ومش خطأ الزوج هو نهاية الدنيا أبدا، مش نهاية الدنيا. هناك أخطاء يمكن أن تعالج بالإعراض، إنها تغضب أسبوع، إنها تدخل حد من أهله، من أهلها، واحد من الحكماء العقلاء يتدخل ويصلح ما فسد من علاقة بالاثنين، إنه يعيدها ألا يعود للخطأ. لكن تتحول الحياة الزوجية إلى حلبة صراع ونزال والبقاء للأقوى والبقاء للأصلح، لا، مش حياة دي أبدا. ولذلك أقول لأخينا، إن استمرت زوجتك على ما هي عليه فطلقها، إن لم تطلقها فللأسف، للأسف أقولها بمرارة، بقاؤك عار في جبين الرجولة. للأسف الشديد هذا ما عندي، والله تعالى أعلى وأعلى. أختنا التي سألت عن النقاب، هل هو فرض أم سنة؟ أقول مستعينا بربي، النقاب يمكن أن يكون فرضا ويمكن أن يكون سنة. يكون فرضا إذا كانت الفتاة جميلة ملفتة للنظر، أو وضعت متوسطة الجمال، وضعت مساحيق على وجهها، وضعت زينة، هنا يجب عليها وجوبا أن تنتقي. أو كانت تتعامل مع الرجال وهناك من ينظر إليها، يتعامد نظر إليها، فيجب عليها أن تنتقي لأنها لم تأمن الفتنة. سوى ذلك، كبيرة في السن، محدودة الجمال، ولم تضع أي زينة، فهنا يمكن أن تكتفي بخمارها. والمسألة بهذه البساطة والسهولة أظن أنها جدا مفهومة إن شاء الله تعالى. أخونا الذي سأل عن قطعة أرض اشتراها مع شريك له ليبني عليها، ثم عن لهما بعد ذلك أن يبيعاها لغلو ثمنها، ولأنهما سيربحان من وراء بيعها، فما حكم الزكاة؟ هذا سؤال الموفقين، أنت موفق في سؤالك، بارك الله تعالى فيك. أقول من وقت ما تغيرت النية من القنية لاقتناء للبناء، من وقت ما تغيرت النية هنا بدأ عداد الحول يعد. بمعنى آخر، أنني اشتريت تلك القطعة، تخيل الطاولة التي أمامي قطعة أرض، اشتريتها لأبني عليها برجا، قصرا، فيلا، بيت، اشتريتها، وبعد 6 أشهر عن لي، بدا لي، ارتعيت أن أبيعها لأستفيد من ثمنها لغلو سعرها، فماذا أفعل؟ من وقت ما تغيرت النية بدأ عداد الحول، لأنها تحولت من شيء مشترى للتملك، كمن يقتني 100 سيارة ليركبها مثلا، عنده 100 بيت بيبنيهم لأولاده، هو حر. إذا أجر، الزكاة على الإيجار. فمن وقت ما تغيرت النية من القنية التملك لعرض تجاري كعروض تجارة، زي اللي اشترى معدات وبضائع وضعها في دكان، في مخزن، في معرض ليبيعها، فتحولت إلى عروض تجارة. من ذلك الوقت بدأ العداد يعد. فإن كنتم
قد بعتم الأرض بعد حول، فهنا عليكم أن تخرجوا الزكاة عن سنة، عن سنة بربع عشر القيمة التي بعتم بها، إذا كان نصيب كل منكم يساوي نصابا، والنصاب تقريبا 28 ألف جنيه مصري، ثمن 85 جرام من الذهب. أظن أن الصورة واضحة. نعم نور الإسلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ فاضل، بارك الله فيك، تفضلي. أتسمح لي بحوار بسيط؟ تفضلي. نعم. إنني منقبة، أرتدي النقاب باقتناع، فوجدت بأن أقنع بها أهل بيتي فلم يرضوا، مع أنني منقبة. فإنك الآن عندما سألتك من أجل أن تنصح أهل بيتي بأن النقاب هذا فرض علي، لكن بفضل الجمال وليكن بقول الله سبحانه وتعالى وليظن بخمرهن على جيوبهن. عندك كم سنة يا نور؟ 16 عاما. ما شاء الله عليكي، ربنا يكرمك يا بنتي، بارك الله. وأحفظ القرآن كاملا بفضل الله. ما شاء الله ما شاء الله. ادعي لمصر يا نور، يا نور الإسلام. ماشي يا شيخ، بس ادعي ربنا يحفظ مصر يا بنتي. بس أنا آسفة، قد سماني أبي نور للإسلام. نعم. أرجو من الله أن أكون نور للإسلام، ولا أحب اسم نورا، بل إنما أحب اسم نور الإسلام. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا نور الإسلام، نور الله قلبك بالإيمان إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. يا شيخ فاضل، أرجو منك كلمتين واحدة، بأن أقنع أهل بيتي بالنقاب بأن هذا فرض من عند رب الأرض والسماء. حاضر يا نور الإسلام، حاضر. أنا أكفر. حاضر يا ابنتي، حاضر، بارك الله تعالى فيك. أنا سعيد باتصالك واعتزازك بإسلامك وبنقابك، وبعدين لا تكوني قاسية على أهل بيتك، لهما عليك فضل. أنت نشأت في بيت رائع جميل، بيت مبارك، البيت الذي نشأك تنشئة إيمانية، تنشئة قرآنية، فحفظك للقرآن منة عليك من منن الرحمن، ومنة عليك من الوالدين أيضا. من الذي سهر يا نور؟ من الذي اصطحبك؟ من الذي حفظك وسعدك وسمع لك وهيأ لك الفرصة وأنفق عليك وفرغك؟ لا تنسي ذلك يا ابنتي، بارك الله تعالى فيك. وأنا هنا لست مطالبا بأن أقول الجواب الذي يملى علي، أنا أتكلم عن حكم الشرع يا نور، بارك الله فيك يا ابنتي. لا أستطيع أن ألزم أهلك، لكن أن أكلمهم، أن أقول بارك الله تعالى فيكم، وأسعدكم ربي في الدنيا والآخرة يعني تربيتكم لأولادكم تلك التربية الرائعة الجميلة النبيلة الراقية العظيمة. وهذا أمر مسعد وأمر مفرح، إذا كانت رغبة ابنتكم نور في النقاب فدعوها ترتدي نقابها، لا تعترضوا طريقها، بل ساعدوها على عفافها وشدة التزامها وحرصها على عفافها. أسأل الله أن يحفظكم، وكوني هينة لينة يا نور مع الوالدين، قبلي رأس أبيك ورأس أمك، واشكري لربك واشكري للوالدين. ونأخذ اتصال. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. ازيك يا مولاي؟ الله يكرمك. بقول لحضرتك، أنا زوجتي تعمل في أحد لجان الزكاة، فبتجيب شنطة زيها زي اللي مثلا اللي مش قادرة تحتاج، يعني زي اللي هما بيلموا زكاة. واضح سؤالك حبيبي. طب نأخذ اتصالا آخر. ألو. اتفضل اتفضل، لا زال أخي معي. الشيخ أنا بسافر ومرتي عاملة معايا مشاكل، مش عايزين أسافر. عايزين بس نشوف الحكم في التين. انت متزوج من كام سنة؟ 5 سنين. انت بتسافر بتفضل كام سنة برا؟ انا 5 سنين. بتظل 5 سنوات بعيدا عن مصر؟ ها؟ لا، بقي كل 7 شهور 8 شهور. طيب حاضر حبيبي، حاضر، بارك الله تعالى فيك. نأخذ اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ الله يكرمك. بقول لحضرتك، انا زوجتي تعمل في الجامعة. المهم بتاتي ببعض الاشياء الخاصه بالفقراء.
ايوه. ايه الاسم؟ يعني انت بتسال عن حكم الشرع؟ اي لا، بالنسبه هي شغاله في اللجنه وبتاخد زيها زي مثلا ما ايه بتدي بيوزعوا شنط للزكاه، هي بيدوا لها شنطه برضه مع زيها. هل لها راتب يا اخي؟ لا هي ما لهاش راتب، اللي هي بتاخد راتب من اللجنه اللي هي فيها مثلا كل شهر حوالي عن 200 جنيه كده. حاضر اخي، حاضر. حاضر. بالنسبه لسؤال اخينا الاخير، انا زوجته تعمل في لجنه من لجان الزكاه تجمع ثم تقوم بالمساعده في التوزيع. اقول اذا كانت تتقاضى راتبا فقد اخذت اجرها، فلا يحق لها ان تاخذ شيئا ليس لها، بل هو من حقوق الفقراء والمساكين. وان المحسنين لما تصدقوا بما تصدقوا به لم يتصدقوا على اللجنه، انما تصدقوا على الفقراء والمساكين، فما هي الا وكيله، الا عامله للتجميع والتوزيع، هذه وظيفتها وعملها، وتتقاضى راتبا على ذلك. ثم اقول ثانيا، ان كان راتبك مع راتبها يكفيكم ولستم في حاجه فلا تقبلوا شيئا، والذي اخذتموه قوموا برده والخلاص منه. أما إن كان لا يكفيكم وكنتم في حاجة فخذوا من ذلك الذي يتم توزيعه، فأنتم في حاجة للصدقة والإحسان. الجواب قلته شاملا بفضل الله تعالى لحالة الغناء ولحالة الحاجة. أخونا الذي يسأل، زوجته تعترض على سفره. أقول لأخي ابتداء، إذا كنت تعرف من حال زوجتك أنها لا تصبر على بعدك أو أنها تتعرض لفتن، ففي هذه الحالة لا تسافر، وابقى مع زوجك ومع أهلك. أما إن كنتم في حاجة وهي ليست معرضة للفتن وبإمكانك أن تأتي كل 6 شهور مثلا، وهي تعيش في منطقة آمنة ولا تتعرض لفتن على الإطلاق، لكنها من فرط خوفها، من فرط حبها، من فرط عدم تعودها على تحمل المسؤولية، وأنت في حاجة للعمل لأنه ليس لك هنا عمل، أو أن تريد أن تؤسس بيتا، فحاول أن تتلطف بها، أن تترفق بها، أن تفهمها أن تعبك وأن بعدك من أجلها ومن أجل أولادكما ومن أجل تأمين مستقبل لكما. وإلا إذا كان الحال كما قلت بالصورة الأولى فابقى، والله تعالى سييسر لك أمورك ويفتح لك أبواب الخير ما دمت قد جلست لتكون بجوار أهلك، وهذه طاعة، تأمين أهلك، إدخال السرور على قلوبهم، إبعاد الفتن عنهم، كل ذلك إن شاء الله تعالى يعني طاعة لله. حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك صدقة لك بها أجر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، سؤال آخر تسأل أخت وتقول، ما حكم الدم الذي ينزل في غير وقت الدورة الشهرية؟ هل أتوقف عن الصلاة والصيام في ذلك الوقت أم ماذا أفعل؟ وهل يعد من أيام الدورة أم لا؟ أقول لي كل أخت فاضلة تستمع لجوابي، كل دم ينزل في غير موعد الدورة، سميت دورة لأنها تدور، عاد لأنها تعودت على وقتها، على الآلام المصاحبة لنزولها، على قوام ومواصفات الدم النازل، فأصبحت لديها خبرة تدور وتتعود على نفس الأمر، فكل دم ينزل في غير الموعد الذي تعودت عليه، ينزل في 5 أيام، في 7 أيام، في 10 أيام، في يوم، كل دم ينزل بصورة عارضة مفاجئة في غير ذلك الوقت هو دم استحاضة أو دم فساد أو دم علة، حكمه حكم البول، تطهر ثيابها
وتتوضأ وتصلي وكل المحظورات التي تحظر عليها وقت العذر الشرعي تكون مباحة لها، فقط تتوضأ لا تطالب بغسل وإن اغتسلت فذلك خير، كما في حديث حمنة بنت جحش وغيرها من الصحابيات، كما في هدي وإفتاء خاتم النبوات والرسالات صلوات ربي وسلامه عليه. بهذه الإجابة أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة اليوم من الفتاوى. أسأل ربي سبحانه أن أكون قد وفقت فيما قلت، إن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.